تمكنت مصالح الحماية المدنية بيتلاغ بميلا من إنقاذ شخص إثر انجراف سيارته بواد ارتفع منسوب مياهه جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها بلدية واد سجان ليلة أمس. تم إنقاذ الضحية البالغ من العمر حوالي 46 سنة، كانت عنده إصابة كسر على مستوى الرجل اليسرى، وفي حاله من 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 في حاله صدمه. قدمنا له الاسعافات في عين المكان، وتم تحويله الى المستشفى علي منجلي لولايه قصر.